وللمزيد ايضا من المتابعه معنا عبر الهاتف من العاصمه الاردنيه عمان الاستاذ فواز عبد الرحمن مدير مكتب وكاله انباء الشرق الاوسط. اهلا بك سيد فواز. اهلا بك استاذ، اهلا بك. يعني ايضا زياره وزير الخارجيه النصي سامح شكري الاردن تاتي في توقيت ايضا مهم، وخاصه بعد انتهاء زياره الملك والى الولايات المتحده الامريكيه. في وجهة نظرك ما أهم ملامح هذه الزيارة؟ يقوم وزير الخارجية سامح شكري بزيارة تبدأ مساء اليوم إلى العاصمة الأردنية عمان، وتأتي هذه الزيارة في توقيت هام جدا فيما يتعلق بالاستعدادات أو تحضيرات القمة العربية المقرر عقدها نهاية شهر مارس المقبل. وكذلك يقوم سيادة الوزير بتوصيل رسالة إلى من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، وسيناقش عددا من الموضوعات المشتركة، موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين. نعم. وكما قلت، تحظى هذه الزيارة بأهمية خاصة في هذا التوقيت، وتأتي لدعم وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين في شتى المجالات، مثل مكافحة الإرهاب والتطرف، والتي قال جلالة الملك أنها من القضية المهمة على نعم الساحة. وهناك توافق تام، توافق سياسي كامل في الرؤى والأهداف بين جلالة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن ورئيس السيسي، وذلك كان واضحا من خلال اللقاءات المشتركة بينهما لتبادل وجهات النظر نعم. بشأن القضايا أشكرك والتعاطي معها. أشكرك شكرا جزيلا فواز عبد الرحمن مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك.